من أيام انطلقت فعاليات الدورة التامة لمنطقة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وشارك في الحفل الفنانة صفاء أبو سعود ورانيا فريد شوقي وميدو عادل وطارق صبري وحجاج عبد العظيم ونيفين رجب، وطبعا بمشاركة أولادنا من أصحاب القدرات الخاصة وبحضور الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة ودكتورة سهير عبد القادر رئيس ومؤسس ملتقى أولادنا وعدد من السفراء والفنانين والشخصيات العامة. خلال فعاليات حفل الافتتاح تم تكريم أسرة مسلسل حالة خاصة. مسلسل حالة خاصة زي ما انتم فاكرين كده بطولة غدا عادل وطه دسوقي ومن إخراج عبد العزيز النجار. هحاول أفكركم بحالة خاصة للي ما شافوش، إنه ناقش قضية التوحد وسلط الضوء على التحديات اللي بتواجه المصابين بالتوحد خلال رحلتهم اليومية. أيضا المسلسل كشف عن قدراتهم اللي عندهم توحد في العمل والنجاح. في الحقيقة ملتقى أولادنا كشف عن قدرات أهم وأكبر عند ذوي القدرات الخاصة، عرفنا من خلاله قد إيه هم موهوبين عندهم طاقات إبداعية كبيرة. خلونا نرحب بالمخرج أحمد فؤاد، مخرج الدورة الثامنة لملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة. صباح الخير يا فندم. صباح الفل، نورنا. ده نوركم. يمكن في البداية هو يمكن السؤال اللي هو بيبقى كليشيه شوية، وهي أنت قعدت وقت قد إيه عشان تحضر لافتتاح الدورة دي؟ يمكن هم شغالين من قبل شويه، هم اشتغلوا 8 شهور تمام لتجهيز الولاد، وبعدين انا اشتغلت حوالي 4 شهور كاملين عشان نقدر نطلع بالنتاج ده في الفتره دي وبالشكل اللي احنا الحمد لله كان الشكل اظن يعني كان شكل يليق بقيمه الملتقى، لانه حقيقي هو ملتقى مهم جدا. دي السنه الثامنه، وكان يمكن ده الكونسبت الاساسي، فكره 8 سنين انه ازاي هم بعد 8 سنين الولاد دول بداوا من ايه ووصلوا لفين، بدأوا من ايه ووصلوا لفين على مدار 8 سنين. على مدار 8 سنين، فكان ده الكونسبت الاساسي اللي احنا بدأنا عليه الحفله. طيب استاذ احمد، انت اول مره تخرج الملتقى ده للملتقى نفسه. طيب هل كان مختلف في اخراجه في التعامل مع المشاركين في حفل الافتتاح عن اي حاجه اخرجتها؟ خصوصا ان انا بتعامل مع ذوي همم او ذوي قدرات خاصه. مختلف تماما. يمكن انا كان عندي تجربه قبل كده اشتغلت فيها مع صديقه المخرجه مروه رضوان، وعملنا حاجه كانت اول حاجه تحصل قدام سياده الرئيس في شرم الشيخ لذوي الهمم، وكانت تجربه قيمه جدا ساعتها، كان الكلام ده من حوالي 5 سنين. والمره دي اولادنا مختلفين تماما. فكره انك تشتغلي مع طاقه مباشره، طاقة حقيقية جدا ما فيهاش مساحة للكذب، هم يا ابيض يا اسود ما فيش الوان، فهيحبك حالا يا مش هيحبك تماما، ولو حصل انه ما حبكش الموضوع انتهى، علاقتكم خلصت. فالفكرة انك تشتغلي معاهم وتطلعي منهم كل الطاقات اللي حقيقي طاقات جبارة على مستوى التمثيل والغنى والحركة، هم ابطال بشكل مهول، لان هم بيواجهوا كمان صعوبات اكتر من صعوبات الانسان العادي في ان هو يبقى عارف يمثل او عايز يقف على ستيج ويواجه جمهور بحجم جمهور دار الاوبرا المصريه. ده شيء ضخم جدا. فالممثلين المحترفين بيبقى عندهم رهبه شديده من طلوعهم على المسرح انه يقول اللاينز بتاعته مظبوطه ويقول كلامه مظبوط ويعمل استعراض ويغني، فده سبب ان هم اوريدي مستعدين. عشان كده بقول ده نتاج 8 سنين، مش نتاج بس الحفله، مش شغلنا احنا بس. 8 سنين هم نفس الناس المشاركه في هم مجموعه كبيره جدا. احنا اخترنا منهم مجموعه هم اللي قدروا يشاركوا معانا في فعاليه الافتتاح، وبعد كده هم بيشاركوا في الفعاليات المستمره على مدار الايام. بس الحقيقه ان كلهم بيتم تجهيزهم ان هم يكونوا بيطلعوا كل طاقتهم، في منهم اللي بيعمل اشغال يدويه، وفي منهم اللي بيعمل فن باشكاله او بيعزف او كل اشكال الفن اللي بيقدموه. حقيقي انا في البدايه جدا عايز اشكر سهير عبد القادر على الطاقه العظيمه دي، ان هي قدرت خلال 8 سنين. استاذ سهير حقيقي بنقول لها كلنا يا ماما، لانه هي ام لكل الاولاد الموجودين بما فيهم احنا كفريق عمل. انا ممكن اقول لك حاجه في تجربه مع سهير عبد القادر. انا اعرف سهير عبد القادر من ايام ما كانت في مهرجان القاهره السينمائي طبعا. والمجهود اللي كانت بتعمله عشان مهرجان القاهرة السينمائي كان يطلع بالشكل المبهر اللي احنا كلنا شايفينه وشفتها على مدار سنين، اشتغلت معاها فترة من الفترات، وبعدين بعد كده عملت مهرجان الطفل، كانت بتعمل مهرجان الطفل. فهي سيدة عندها طاقة رهيبة وعندها كمان يعني دؤوبة انها تطلع الحاجة بشكل
مبهر يعني صراحه. يمكن احنا التقينا في نقطه التفاصيل دي، انا بحب التفاصيل جدا. وهي تقريبا ما سابتليش بروفا، احنا شغالين 4 شهور ففيش بروفا، برغم انه الملتقى مش بس اللي افتتح الملتقى، ليه فعاليات كتيره جدا، في عدد ضخم جدا من الدول بيجي من حوالين العالم، بس مفيش بروفا تقريبا مجموعه اولادنا ما كانوش موجودين فيها، فريق العمل ما كانوش موجودين، وقد كده هم مرتبطين جدا بالاولاد. فحقيقي انا كنت في 4 شهور من طاقه المحبه وال و و و انا حقيقي كنت بروح لهم البروفات عشان اخد انا طاقه مش العكس. يعني ما كانش الفكره في ان انا اللي اديهم طاقه انه يلا نشتغل، قد ما حقيقي هم مديني طاقه في حياتي انا الطبيعيه بقى، من كتر ما هم دؤوبين جدا، شايفين انه ده حاجه بروفيشنال فلازم نعملها، مش معول على فكره انه انا عندي حاجه مختلفه عن الناس فانا مش هقدر، ما تستناش مني ما تستناش مني كل الباور، لا بالعكس احنا في التزام وفي حضور وفي حفظ. فحقيقي كان كمان كنا احنا السنه دي قاصدين جدا ان هم اللي يبقوا ابطال الحدوته. فازاي كمان تخليه يشيل دور هو بطل بقى فبيمثل حقيقي؟ هل استيعابه هو شايل دور؟ يعني انت بتتكلم على هل استيعابه وانه ينفذ الاوردر اللي جاي له او يعمله بالطريقه المعينه دي زي استيعاب اي شخص عادي؟ مش بنفس القوه، بس هو عنده بديل اقوى بكتير. اللي هو الدأب، هو عايز دقوب. يعمل ده تمام. فلما تقول له، كنا لسه حتى احمد فريد هو كان مقدم الحفل ومعاه محمد الحسيني، هو من الابطال وعدى المنش وبيعوم لمسافات طويله جدا، فهو اللي كان كنا مسمينه الضمير، لان هو كل شويه يقول له فاضل يوم على الحفل، فاضل ساعه، فاضل 10 دقائق، فهو طول الوقت مركز يقول له خد بالك ركز، يعني لما حتى نهزر او نفك يقول له لا ركز، احنا عندنا شغل مهم جدا، عندنا حدث مهم فلازم نطلع كلنا حلوين. فحقيقي هم عندهم التعويض ده، ربنا مديهم قدره هايله جدا على انه يكون دؤوب جدا، حريص انه يطلع شكله حلو بافضل شكل. طب من الحته دي، يعني انت مخرج مسرحي بالظبط صح؟ فمن خلال بقى تجربتك في افتتاح هذه الدوره، هل ممكن مثلا تفكر ان انت تعمل مسرحيه ويكون ابطالها ناس من ذوي القدرات الخاصه؟ جدا جدا جدا، لانه حقيقي هم يستاهلوا وعندهم الامكانيات. يمكن الحفله كانت بتتذاع امبارح في التلفزيون اللي ما قدرش يشوفها لايف، فكم الاصوات اللي موجوده اصوات حقيقي شاطره جدا، والاستعراضات 70% منها من اولادنا. هي كانت تصميم دكتور عائشه فؤاد ومحمد عبد العزيز، اشتغلنا معاهم كتير قوي، بس الحقيقي انه الناتج طلع يمكن احسن كمان مما نتوقع، لانه طبيعي جدا ان انت تتوقع منه ان هو يسيب كل ده ويعمل حاجه تانية تحت ضغط الاضاءه والمسرح والجمهور اللي بيسقف له وماما في الصاله، كل التفاصيل دي تخليك تشفع له تماما انه هو لو ساب ده وعمل حاجه تانية ما تقدرش تقول له حاجه. بس حتى في المقابل لما حد منهم جوه الحفله بطارق وهو من الممثلين في العرض قرر ان هو يخرج عن النص، خرج عن النص جملتين ورجع تاني كانه محترف. انت فكرتني بالحفله اللي كان فيها سياده الرئيس، وكانت حفله لذوي القدرات الخاصه، وكانت في بنوته قاعده ونامت. فاكرين؟ ونامت، وحتى الرئيس قال ما تصحوهاش سيبوها نايمه. وبعدين لما صحيت ابتدت تتكلم عادي، يعني هم بيتصرفوا بطبيعتهم بعفويه شديده. يعني انا فاكر ان اول حفله عملناها كان بوجود سياده الرئيس، ان هو طلب بنفسه بعد ما الحدث خلص انه هم يخشوا له تاني على المسرح، بطلب من ان هو عايز يقول كلمته في وسطهم. فكان بالنسبة لنا احنا رعب شديد، انه احنا بنتكلم في حوالي مثلا 60 او 70، انت مش محضر لده، ده مش متحضر خالص. فهو قال لا يحصل، وبالفعل ثقته كانت في مكانها، هم كلهم تجمعوا حواليه بشكل منظم جدا، والكلمة اتقالت بأحلى شكل، وحقيقي هم كانوا مستمعين، لان زي ما بقول لك كده هم اكس راي، هم بيشوفوا قلبك عامل ازاي على طول، يعني هم ما بتعاملش معاك انت شخصيا، بتعامل مع قلبك. فلو انت بالنسبه له قلبك حلو خلاص هو هيعمل معاك كل حاجه، وهيسمع كلامك جدا وهيديك حب غير محدود. يعني في منهم اللي ما بيتكلمش وما بيتعاملش مع حد، فجاه تلاقيه قطع عليك وراح حضنك ومشي، هو ما عندوش غرض، يعني ما عندوش غرض في ان هو يعمل كده غير ان هو بيحبك حقيقي. ف
فلما هيحبك هيسمع كلامك فهيشتغل. بس يعني احنا سعداء انه يعني جزء من المجتمع ابتدينا يعني ابتدى يبقى معانا وابتدى يبقى في وسطنا، بنشوف قدراتهم ويعني عايزين نشوف حاجات اكتر واكتر أكيد. من حضرتك ان شاء الله. نشكر المخرج احمد فؤاد مخرج الدوره الثامنه لملتقى اولادنا للفنون لذوي القدرات الخاصه، نورتنا. شكرا، ميرسي جدا لزوجك.